اللي يربط بيننا وبين الحكومة الحالية هي هذه الوثيقة. يكون عندنا الشجاعة السياسية الكافية باش نخافوا شعبنا أنه في غياب نمو زيادات مش ممكن. نأجل الأجر اليوم خير ما نقاش ما ندفع غدو. لن نتراجع في الزيادة ولكن سنؤجل الزيادة كما كان يقول لك موسى الحاج مش الحاج موسى. احنا قلنا يا شعبنا سلفنا بكل فئاته سلف لا سبيل لا تهجير ولا تأخير. إذا كان أجلنا الأجور لأنها خرقنا الدنيا. قول إيش مشوف الدنيا كي ما عطيناش الوجود ونقول أنا خلنا نطرح السؤال بشكل آخر مشوف الدنيا كان يعطونا حقنا. أبغض الحلال عنا إحنا هو الأضرار.